وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. مساء الخير سيدة دلال، وبداية كيف يجسد المجلس الوطني تطور الحياة السياسية والبرلمانية في مملكة البحرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما تفضلت، اليوم نشهد احتفال افتتاح دور الانعقاد الثاني، ودوما احنا كبرلمانيين نتطلع لسماع الخطاب السامي لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة الله يحفظه، بما يتضمن لأهم الرؤى وفيها تبصير أيضا بالنسبة لنا كمشرعين فيما نركز عليه في المجالات التشريعية القادمة، حتى يكون هناك أيضا في توافق وتلائم في النصوص الدستورية الصادرة وكذلك القوانين اللي سوف تطبق. وحقيقة احنا كثيرا ما نركز انه يكون في تأكيد على مسألة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. نعم. كمبدأ دستوري واجب علينا يعني تحقيق قاياته من خلال وجود البرلمان، والحمد لله احنا بالنسبة لنا يعني الحياة النيابية في البحرين مستقرة وتعمل وفق أدوار انعقادها ومدتها، بما يعني نعمل على تحقيق التوافق بحيث ان احنا نضع ونوافق على نصوص تشريعية تكون السلطة التنفيذية قادرة على تنفيذها وتحقيق فعلا نتائج، وهذا لا يمكن ان يحدث دون ان يكون بيننا تعاون حقيقي في هذا الجانب. ايضا احنا نلجأ ليكون عندنا تحقيق للحقوق الأساسية للمواطنين في المجالات الأسرية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك السياسية، ونأخذ في اعتبارنا ايضا الموازنة ما بين أولويات الدولة وحماية مصالحها في ذات الوقت. فلذلك احنا لابد علينا يعني مسؤولية وطنية ان نخلق هذا التوازن بين ما تراه الحكومة كمتطلب وبين تطلعات المواطنين ومراعاة الظروف المعيشية والاقتصادية السائدة. نعم السيدة دلال الزايد، نتمنى لكم كل التوفيق في دور الانعقاد الثاني، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، شكرا جزيلا لك.